لان انطلقت هذه المقابله في جولتها الاولى. الان يعني نشاهد محاوله المستشفى الاسباني، محاوله الهدف الاول، الهدف الاول، الهدف الاول للمستشفى الاسباني. دائما مشاهدي الكرام نذكركم بنتيجة هذه المقابلة، يعني النتيجة هي 1-0 تقدم فريق حي المستشفى الإسباني تطواني بهدف لصفر. متابعة يعني حصرية عبر قناة الفجر سبور وأيضا عبر قناة أخبار الفجر المغربية. المحاولة غتكون خطيرة جدا لأننا أمامنا يعني جوج ديال اللاعبين تيمتازوا بالتسديدات القوية، هم الأخوان السلامي من سيسجلوا هدف التعادل، هدف التعادل لحمزة السلامي. هو الاخ يعني ديال حمزه اسلامي مسجل هدف التعادل. تسديده قويه والهدف، الهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني، ومسجل هدف هو اللاعب رقم 17. أجواء ساخنة، أجواء ساخنة هنا بقاعة رمان في مدينة تطوان. شوف التمريرة كعوة، حاول مصر صمرة اللاعب أيوب السلامي، أيوب السلامي، أيوب السلامي يعدل النتيجة، أيوب السلامي يعدل نتيجة المقابلة من خلال تسديدة، تسديدة مركزة يعني ما تبقاش من الحال ستيتو، وهدف التعادل. اللاعبين على المستشفى الاسباني. خليل، خليل يعني كرة مباغتة، كرة مباغتة وتعطي الهدف الثالث للمستشفى الاسباني. طويلة عند لاعبي المستشفى الإسباني اللي متقدمين لحد الساعة بثلاث أهداف. اللي إذا من
نهاية الشوط الأول بتقدم المستشفى الإسباني بثلاث أهداف لهدفين. إذن متابعي الكرام نشكركم على متابعة هذا الشوط الأول، سنعود إليكم إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني بحول الله. إلى اللقاء. هذا حمزة السلمي، رشيد خيسي، رشيد خيسي الهدف، هدف الثالث، هدف التعادل، هدف التعادل للمدينة العليا. لاعب خيسي، خيسي سفيان، سفيان خطأ 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 خطأ، والهدف، الهدف الرابع، الهدف الرابع من خطأ، خطأ سفيان، خطأ سفيان، ومسجل الهدف هو اللاعب أمين بوحسيني. للمستشفى الإسباني. إذن النتيجة الحالية هي 4-3 لفائدة المستشفى الإسباني. خطأ آخر، خطأ آخر، حمزة السلمي، حمزة السلمي بطريقة جميلة، بطريقة ولا أروع، يا حمزة السلمي يسجل الهدف التعادل، الهدف الرابع للمدينة العليا بطريقة جميلة، يعني تراوغ، تراوغ الجميع، تراوغ الجميع ويسجل الهدف التعادل، يعني 4-4. محاولة غتكون خطيرة، ربما يعني غيتسدها اللاعب رقم 11 اللاعب أمين بوحسيني هو من سيسجل هذا الهدف، ربما يكون تمويه. غنشاهدوا هذه الكرة، هدف الخامس. الكرة الآن عند لاعبي المستشفى الإسباني. لمن التحق بنا لحد الساعة، يعني ندخل في الدقيقة السابعة، 7 دقائق. هدف تعادل، هدف تعادل من أرجل حمزة السلمي، حمزة السلمي يسجل هدفه الرابع، والتعادل 5 أهداف في كل مرمى. ثانية، حماس كبير هنا بقاعة رمة. حمزة، حمزة السلمي عند أيوب، 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 حمزة، حمزة غتكون تسديدة، كانت تسديدة قوية، كانت تسديدة قوية، ولكن الحارس ستو مرتدة هجومية وتهدي، تهدي على الكرة. 18 ثانية على نهاية المقابلة. ضغط كبير، حمزة، 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 لكن تغطية. سيتو، سيتو تلعبها سريع عند أحد اللاعبين، تدخل ناجح. حمزة ما تمكنش، ما تتمكنش منها حمزة السلمي، ما تتمكنش منها حمزة السلمي. كرة طويلة، مازال كرة عند المدينة العليا. خطأ، 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 خطأ.
نهاية المقابلة بالتعادل، نهاية المقابلة بالتعادل 5-5. إذن مشاهدينا الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في فرصة قادمة بحول الله. نهاية المقابلة بالتعادل الإيجابي 5-5 في كل شبكة. إلى اللقاء.